فارق سعر صرف الدولار بين السوق الموازي والرسمي يكبد العراق خسائر كبيرة تصل إلى 21 مليار دولار سنوياً بسبب عدم ضبط إيقاع سعر الصرف السوق الموازي. يخسر العراق سنوياً أموالاً مليارية تذهب إلى بعض المصارف الأهلية بحسب مختصين، حيث ساهم قرار الحكومة بخفض سعر الصرف إلى 1300 بخسائر كبيرة للاقتصاد العراقي. صحيح أن خفض سعر الصرف قلل إيرادات الحكومة الاتحادية، يعني 100 مليار دولار كانت قيمتها 145 تريليون صارت 132 تريليون. مطالباته النيابية باستضافة محافظ البنك المركزي ورئيس الوزراء لإيضاح السياسة التي يعمل بها البنك، لكن في كل مرة لم يلبي محافظ البنك ورئيس الوزراء نداء البرلمان بالاستضافة. بالتأكيد هذا القرار يعني أثرت على العراق، ولكن الحكومة العراقية لحد الآن لم تأتي أمام البرلمان أن توضح هذه السياسة وسبب هذه الخسارة، من هو سبب هذه الخسارة. ومنذ تسلم حكومة السودان زمام الأمور عجزت هي وأدواتها المالية عن ضبط سعر الصرف بسبب وجود كيانات مالية وسياسية تؤثر على القرار الرسمي. مهدي غريب، وان نيوز، بغداد.